حضرتك طبعا في تجمع كده حصل عالمي، تحالف عالمي حصل قديما ما بين روسيا والصين والهند، وفي البداية كانت الفكرة محدودة قوي، كانت 4 دول كونوا في بينهم ما يعرف باتحاد بريكس او اتفاقية بريكس، كانت عبارة عن يعني اتفاقية بين 4 دول علشان يعني يبدأ ان هم يحطوا مجموعة من العلاقات التجارية والتبادل التجاري وامور اقتصادية. الكلام ده تقريبا بدأ 2006، تطور الامر طبعا لحقت بهم جنوب افريقيا، وكان اخيرا حضراتكم من العام الماضي انضم 5 دول جديدة من بينها طبعا السعودية والامارات ومصر. تحالفات اقتصادية مهمة، والتعاون الاقتصادي بين اي مجموعة من الدول مهمة جدا جدا، تنوع التبادل التجاري بينعش بلا شك الدول. فكر ان احنا حضراتكم في مثل هذه الايام من العام الماضي مصر الدول الموجودة وافقت على دخولها مع السعودية والامارات الى هذا التحالف الاقتصادي. في اللحظة والتو خرجت علينا وسائل الاعلام قالت ان مصر هتبقى في حتة تانية، وندخلنا في البريكس ده بيقول ان احنا حضراتكم خلاص دخلنا في وسط الكبار، دخلنا مع الهند والصين وروسيا وجنوب افريقيا والبرازيل، واحنا خلاص رايحين في حته تانية خالص. يعني قلنا يا جماعه على فكره لو شفنا ودرسنا هذا الاتفاق وهذا التحالف هو قائم على التبادل التجاري، هات خد وهات. قال لك لا، ده احنا حضرتك اولا ده هيحل ازمه الدولار، الكلام ده من سنه. قالوا اولا احنا هنعامل الدول دي بالعمله المحليه بتاعتنا بالجنيه مقابل الروبل الروسي، احنا هناخد حضراتكم يعني ده بالصلاه على النبي مثلا ندي برضو للسعوديه حاجه مقابل الايه بالجنيه مقابل الريال السعودي، وهكذا ناخد الامارات بقبل الدرهم. يا جماعه حضراتكم ما فيش الكلام ده، ده احنا مصر للاسف الشديد امتى نبقى نستفيد؟ لما احنا نكون دوله مصدره، وبالتالي احنا هنا يبقى في تبادل تجاري استيراد وتصدير. قالك المؤسف ان احنا كمصر هي الدوله اللي تعتبر الاولى في هذه الدول المستورده، فانت بالنسبه للدول الاخرى انت سوق، انت مستهلك، انت مستورد، وبناء عليه فالذي ينتفع بوجودك في هذه الاتفاقيه هم مين؟ هم الدول الاخرى. انت يبقى في انتفاع ويبقى في تبادل تجاري استيراد وتصدير لما انت تكون كمان قادر على التصدير، وبالتالي يبقى في تبادل تجاري وميزان تجاري مرتفع، وجايلك من الدول دي عمله اجنبيه وعمله صعبه فينعش اقتصادك. بعد سنه الاعلام اللي قال مصر تبقى في حته تانية، بعد سنه فوجئنا ان الامر بيختصر كله في نقطه واحده، ان مصر داخله وعينها على صندوق داخل هذه يعني داخل هذه الدول صندوق اعانه، فاحنا داخلين بصلاه على النبي داخلين علشان برضه نستلف، عشان نقترض، عشان ناخد ديون، مش عشان عندنا خطه اقتصاديه من صادر ووارد وتبادل تجاري وانعاش لخزينه عندنا، لا لا لا، كل ده محدود الان بشكل بالغ جدا جدا جدا. وبعد عام لم تنتفع مصر، النهارده على فكره يعني حضراتكم سافر السيسي وبدا اولى محطاته النهارده، طبعا انا ما اعرفش الحقيقه بروتوكوليا ايه اللي بيحصل، لان الحقيقه في البروتوكول تقريبا اللي قبله كان مسؤول حتى مسؤول صغير يعني في هو اللي قبل كل الرؤساء مسؤول راح صغير. ما انا اعرفش البروتوكول يا احمد ايه. يعني البروتوكول في يعني دي في انا ما اعرفش البروتوكول الروسي عموما، لكن في الحاله دي رؤساء الهند جنوب افريقيا الصين كلهم قابلهم مسؤول واحد غالبا عمده المنطقه اللي هم رايحين فيها هم نازلين. طالما دي قاعده بروتوكوليه تبقى على الجميع. انما اكيد يا احمد مش البروتوكول ان بوتين يستقبل محمد بن زايد اول امبارح ويعمل له زياره كامله داخل وياخدوا زياره تفقديه لاماكن كثيره. لا دي زياره ثانيه، دي واضح انها زياره. لا في ذات وبعدين ما هو رايح يحضر بريكس برضه. ما هيحضر على وفي نفس الوقت ايضا استقبل اللي هو الرئيس الصيني نفس الاستقبال، ورئيس وزراء الهند نفس الاستقبال، وجنوب افريقيا نفس الاستقبال، يعني بوتين قعد مع 4 رؤساء دول وكانت يعني حاجات موسعه، بدا بمحمد بن زايد ثم الرئيس الصيني ورئيس وزراء الهندي وايضا رئيس جنوب افريقيا. حتى الان لم يكن هناك مشمولا ما قبل جلسات المؤتمر جلسه مع عبد الفتاح السيسي. هو مهم بس ان احنا نوضح للجمهور امرين اساسيين، الامر الاولاني
ان دخولنا البريكس ده مش هيأثر تأثير كبير جدا على الأسعار عندنا في مصر او على وضع الجنيه او وضع الدولار. يعني ممكن النظام السياسي يقول دعاية إيجابية كتير كأنه احنا رايحين نفتتح علاقة مع روسيا تشاركية ضخمة، هناخد منها بترول وغاز ببلاش، الكلام ده كله مش هيحصل. الأمر الثاني انه في الحقيقة الرئيس بوتين مصمم يعمل هذا البريكس ميتينج او جاذرينج او سامت، يعني هذه القمة عنده علشان يدي انطباع داخلي وانطباع خارجي انه هو مش مقطوع من العالم. دي واحدة من المشاكل الرئيسية للرئيس فلاديمير بوتين، انه بسبب غزو روسيا لأوكرانيا قادت العالم كله تقريبا الغربي لا احد يتواصل معاه، لا بيحضروا له ولا بيحضروه ولا بيجي اجتماعات ولا في لقاءات ولا في اي شكل من اشكال العلاقات الدبلوماسيه. فمتمسك رئيس بوتين بنظام البريكس ده مش علشان الاوضاع الاقتصاديه فقط، وانما علشان دي نافذه لاستمرار وجود نفوذ روسي ما في منطقه من مناطق العلاقات الاقتصاديه في العالم. لكن هل البريكس ده قادر على تحويل الوضع الاقتصادي رغم انه معاه اسماء ضخمه جدا؟ بنتكلم على الصين، بنتكلم على البرازيل، بنتكلم على الهند، بنتكلم على روسيا، هل بنتكلم على المملكه العربيه السعوديه، بنتكلم على الامارات العربيه المتحده، بنتكلم على مصر، بنتكلم على جنوب افريقيا، لكن هل الدول دي قادره على وضع نظام اقتصادي عالمي جديد؟ الاجابه لا. يتمنوا؟ يقدروا؟ لا. من ضمن الحاجات مثلا اللي كانت بتتقال العام الماضي انه البريكس ده هيخلي كل دول اعضائه يتعاملوا تعامل تجاري بعيدا عن استخدام الدولار الامريكي. حاولوا ولم ينجحوا. يعني فكرة انه هو ايه خلق قطب اخر غير القطب الامريكي مش قادرين يعملوه. مش قادرين يعملوه لاننا باختصار شديد جدا في عالم الولايات المتحدة الامريكية والدولار الامريكي بيلعبوا دور اساسي كبير، والعلاقات البينية ما بين الولايات المتحدة الامريكية وكل دولة من الدول دي بعيدا عن روسيا هي علاقات ناجحة وايجابية، الا الصين العلاقات بينهم علاقات فيها درجة من درجات التحدي لكن ما فيهاش درجة من درجات العداء. وطول الوقت في وتر ممدود ما بين الصين والامريكان، لما الامريكان يشدوه الروس الصينيين يرخوا هذا الوتر، ولما الصينيين يشدوا الوتر الامريكان يرخوه. هذا الوتر لن ينقطع. والبعض اللي بيقعد يقول للناس ده احنا عالم جديد والروس هيخشوا على الصينيين وهيبقى فيه قوة جديدة، هذا لم يحدث ولن يحدث. مش عشان انا عايز كده او عشان انت رأي حضرتك يعني عايز كده، او انه في قيادات في المجتمع او قيادات في الدولة او قيادات في العالم عايزة كده، لا، عشان الواقع العالمي ما ينفعش فيه انه الصين والروس يخشوا في توحد سياسي او اقتصادي او عسكري. وباختصار لانه ده ضد مصلحة الاثنين، الاثنين يخافوا من بعض زي ما يخافوا من الامريكان بالظبط.